الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء، طلاب هندسة الميكانيك تبري قسم التبريد التكييف. إن شاء الله هنركز اليوم على كيميكال سيدومونيتيشن. إن شاء الله في هذه الجزئية هنتكلم على بعض التعريف، هنشوف بعض المعالجات الكيميائية. كوالوتيشن، كوالوكيشن اللي هي الكوالوتيشن اللي هي عملية إضافة، نشوف مواد كيميائية، هذه المواد الكيميائية حتى تتفاعل مع القلوية الموجودة في المية، فطبعا تنتج عنها ملمس جيلاتيني تجذب هذه الحبيبات الموجودة في الماء، وتكون طبعا حبيباتها أكبر وطبعا شكلها أكبر حجما وبتترسب بشكل أسرع. طبعا الهدف هنا تنقية مياه، هنا نعالج المية. هنا احنا في البروز اوف كوالوتيشن هذولا اللي هي إلها أهداف، يعني وجودها إلها أهداف كتير بتساعدني في عملية تقليص مدة الوقت، تقليص مدة الوقت في عملية الترسيب. وكمان حاجة مهمة برضو، بتزيد من معدل الترشيح تاع المية، معدل التنظيف تاع المية، تحويلها إلى حبيبات ومسارعة في التسريع في عملية الترشيح. وأيضا بتزيد لي في increase sedimentation سيدمنتيشن ايش افيشنسي، طبعا بتوصل الى حوالي 90% من، بتزود كفاءه الترسيب لا تصل الى حوالي 90 او 91%، نسبه كويسه. وايضا طبعا هذا كل هذا في النهايه هيعود على المي، ايش بيصير فيها يا جماعه؟ بيصير فيها ووتر كواليتي، ايش مالها؟ امبروف ووتر كواليتي اللي هي تحسين جوده المي، تحسين جوده المي، يعني البروبرز اوف كواكليكيشن، الكواكليكيشن هذا بيساعدني في تحسين جودة المياه. يبقى نعودها، أول حاجة الهدف من أو الغرض من عملية الكواكليكيشن هذه تخثير هيك للمية أو تجميع للحبيبات، هو تقليص مدة التوقي مدة الترسيب. اثنين، زيادة معدل الترشيح. ثلاثة، طبعا زيادة كفاءة الترسيب. أربعة، تحسين جودة إيش يا شباب؟ تحسين جودة المياه. أنواع هذه الكواكليتيكونس، الأنواع تاعتها طبعا في أنواع كثيرة، لكن إحنا إيش لو أخذنا السلفات اللي هو ألومنيوم سلفات اللي هي إيش؟ كبريتات الألومنيوم، طبعا مضافة إلها 18 مية. طبعا هاي اكثر مواد استخداما، طبعا رخيصه متواجده، اثارها ملهاش اثر سيء على الميه. طبعا ممكن نستخدم كمان قواعد للحديد زي سلفات الحديد بدل الالومنيوم، نستخدم الكلورايد، كلوريد الحديديك. ممكن نستخدم كبريتات الحديدوز اللي هو فيرس سلفات. طبعا هاي المعادله الكيميائيه اللي هي كبريتات الحديدوز بتعطيني زائد مثلا كالسيوم او هيدروكسيد الكالسيوم، بيعطيني ايش؟ هيدروكسيد الحديد على شكل بنزل لتحت فلوكس، زائد هنا هيدروكسيد الحديد بنزل، زائد كبريتات الكالسيوم زائد ايش؟ ماء. اذا يعني معادله، هذه المعادله بتساعدني على هي اغلب، يعني اغلب التأثيرات تاعت الانواع المستخدمه في عمليه الانواع تاع المخدرات او الانواع تاعت المرسبات بمعنى اخر، هي السلفات تاعت الالومنيوم وانواع مختلفه من سلفات الحديد، الحديدوز، كلوريد الحديدوز، كبريتات الحديدوز. هذه المعادله بالشكل عام بتكون بالشكل هذا، بتتم هنا عمليه الترسيب. عندي هنا برضو العوامل المؤثرة عليها، فاكتور افكت افكشن كواجليكيشن وجليكيشن، طبعا بيأثر انواع البي اتش على المي، الحموضة تاعت المي البي اتش تاعها، الجرعة اللي انا بحطها من كواجلينيت، وارضو برضو انواع التخثر الموجودة، انواع التخثر او انواع الترسيب الموجودة. وايضا ممكن كمان نضيف درجة الحرارة، ونضيف ايش ممكن نضيف؟ نضيف درجة الحرارة، وممكن نضيف كمان
الانواع الميكسينج تيب، الانواع ايش المختلفه. اذا في الجزئيه هذه لازم نعرف انه في التخثر هذا بأثر عليه عوامل متعدده، بأثر عليه عوامل متعدده. العوامل المتعدده هي زي الماء، البيئة تشتاع المية، جرعة التخثر، أنواع التخثر، درجة الحرارة، وأيضا الميكسينج تاع الأنواع هذه المختلفة. إذا ضروري هذولا نعرفهم. إذا عملية الكوجليشن هذه تتم في هذه العملية على مراحل. طبعا أول شيء إضافة الخليط أو هذا المادة هذه، إضافة عملية الخلط، عملية التلبد بسموها هيك، الضغط، المزج، أكثر عملية ضغط مع مزج، وبعدين السيدومنتيشن اللي هو عملية الترسيب. إذا عملية التخثر تمر بعدة مراحل. أول حاجة إضافة الأدينج كوجلينتس، يعني بنغذي المية بالمادة هذه، بنخلطها، عملية خلط، عملية تلبد، وبعدين عملية الترسيب. التغذية طبعا إضافة طبعا مواد إيش الكوبليت إلى الماء عن طريق التغذية، إما جافة أو إيش يا جماعة، أو رطبة. يبقى عملية الإضافة هذا أو التغذية للمية اللي بنحطها لما نيجي نحط المادة هذه، إضافة مواد التخثر إلى الماء عن طريق إيش؟ عن طريق إيش؟ التغذية الجافة والطريق الجافة والطريق دراي أند ويت. طيب أستاذ ماشي، في عملية الدراي فيدينج، عملية التغذية قولوا معي التغذية الجافة، يتم إضافة المواد كمسحوق بودرة على المياه، ولكن هذه الطريقة بها عيوب، صعوبة التحكم في المقدار، يحتاج إلى عمالة أكثر، طبعا بتأثر المخزون اللي أنا بخزنه في الرطوبة. إذا في الفيدينج ادينج كوجليتد اوف تو ووتر باي دراي اور ويت فيدينج، طبعا اضافه مواد متخثره، مواد التخثر هذه الى الماء عن طريق التغذيه الجافه والرطبه. في عمليه التغذيه الرطبه صراحه بنلاقي مشكله في التغذيه الجافه، بنلاقي مشكله في الدراي هذه، بنلاقي مشكله في ايش؟ صعوبة التحكم بمقدار الجرعة، بده عملة أكثر، والمخزون بصير فيه مشكلة في الرطوبة. لكن في الويت فيدينج هذا، في المعالجة أو في التغذية اللي بسموها الرطبة، قد يتم عمل محلول سوليوشن من المادة المروبة والماء في خزان بسموه ألوم سوليوشن تانك. هذا بيعملوا فيه، بيجهزوا فيه. طبعا اول حاجه بدم صار في تحريك وسوليوشن، معناته كفاءه الانتشار تكون افضل، سرعه التحكم في الجرعه افضل، يعني لها ميزات كويسه. طبعا هنا الرسمه هذه بتوضح لي العمليتين، في الـ العمليه الجافه الدراي، هي الماده بتنضاف هنا على التانك وبتتم العمليه. لكن في الويت عمليه بتصير في حركه سوليوشن، بنحط في الماء وبتدخل بامب الى هذه جاهزه. طبعا هنا عملية التوزيع أفضل، الانتشار أفضل، إيش قلنا كمان، سهولة التحكم في الجرعة أفضل. هنا طبعا أنا بحط بودرة، البودرة هذه جزء ممكن ينزل بشكل مناسب وممكن ينزل جزء مش مناسب، إلها بتصير العملية بيصير فيها عيوب. أهم هذه العيوب إني أنا بتحكمش في الجرعة، زي ما حكينا بتحكمش في الجرعة، بتحكمش في بدي عمالة أكثر، وبدي مخزون الرطوبة، في المخزون مع الوقت بيخرب مع الرطوبة. إذا حاجة مهمة جدا هذه لازم نعرفها، هذا الشكل بيعطيني الدراي فيدينج أوف ألوم، وهذا الويت فيدينج أوف ألوم. طبعا هذا في الجهاز اللي بنحط فيه، هنا ها بتكون فيه سوليوشن، يعني الكوبليت هذه المادة موجود فيها مع سائل ومخلوطة وجاهزة، بنتحكم فيها. هنا بتكون على شكل دراي، طبعا ما بنقدرش نتحكم فيها كويس ولها عيوبها. طبعا عشان انا يعني ترميشن اوبتيمم داز، يعني قديش انا بدي احط يا جماعة جرعة، يعني انا قديش بدي احط جرعة، كيف بدي اعمل اختيار، اختار افضل جرعة مناسبة الي، كيف بدي اختار جرعة تكون
اللي احطها تكون مثلى، طبعا لتحديد الجرعه المثاليه من المروبات هذه كونجوليت الدوز. نقوم بعمل اختبار في محطه تنقيه المياه يوميا مره على الاقل حتى نحدد افضل جرعه للماء. طيب يا استاذ ماشي، هذه بتمر بمراحل. طبعا بسموها جار تيست، اسمه جار تيست للفحص. هذا نستخدم هنا 6 أوعية ذات حجم لتر واحد، نضع فيها جرعات مختلفة تصل من 20 إلى 70 ملي جرام للتر. هذا طبعا الجرعات بناخذها احنا، نستخدم 6 أوعية من 6 لتر، بنحط فيها جرعات مختلفة من 20 إلى 70 ملي جرام. هم بنقوم بناخذ في فلاسك ميكس اللي هم كوب خلط المياه لمدة 30 ثانية من 100 ل 300 دورة في الدقيقة. بنروح برضو بنعمل ايش بنعمل جنتل، بنخلط المزيج لمدة 10 دقائق، يعني حوالي من 20 ل 30 دورة في الدقيقة. سيتومينيشن اوف 4 مينت، يعني الترسيب لمدة 30 دقيقة. طبعا جيت ريموفال افنشي 4 اتش فيزل، يعني انا الحصول على كفاءة الإزالة لكل وعاء، طبعا عمق المواد الصلبة، الحصول طبعا هنا الهدف هو الحصول على كفاءة الإزالة لكل وعاء، قديش وعاء قديش تم في عملية الإزالة في الترسيب. طبعا نرسم العلاقة بين اللي أنا حطيته الجرعة والكفاءة، بعمل علاقة between those and بين اللي أنا حطيته والكفاءة. طبعا هذه مهمة جدا 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 جدا. ممكن هنا بعد هيك نحط جيت اوبتيمم دوز ذات جيف ما ايش ماكس افشنتي من ماين ايش تربيدي. طيب هنا ها هاي عندي الجرعات، هذه جهاز تحديد جرعة المواد ايش المرويه التست جار. طبعا زي ما قلنا احنا قبل شوية، هاي 2 4 6 أوعية. طبعا هنا ها عندي المحركات تاعت السرعة، هنا اللوح زجاجي. طبعا احنا بنقوم بعملية اخذ 6 لترات، وضع فيها جرعات من 20 ل 70 ملي جرام للتر. قم بنخلطها، وبعدين بنخلط الخليط هذا لمدة 10 دقائق بعملية الترسيب للحصول على كفاءة الإزالة. بعدين بنجيب علاقة بين الجرعة والكفاءة، ثم بعد هيك بناخده get the optimum does that give max. طبعا هنا بيعطيني نسبة النجاح تاعي. إذا هذه محاضرة مهمة إن شاء الله، بديش أكتر عليكم، لكن بدي أذكركم بس العلاقة اللي بتعطيني الـ design of alum solution tank اللي هو من الـ يعني الـ زي ما حكينا قلنا هنا، هذه في عندي هنا سميناها وين راحت. في عملية الجار تيست هذه طبعا هنا عشان انا احسب بالديزاين تاع الالوم اوف سوليوشن تانك، هذا طبعا الديزاين هذا اللي بنحط فيه المادة لما احنا بندوبها يا جماعة. طبعا فوليوم اوف 1 تانك اللي هي كيو في اس في سي ميو ان في 10^6، حيث كيو البلان تريتمنت بتدفق متر تكعيب في اليوم، الاس الالوم دوز من 20 ل 60 قلناها هذه، السي الالوم سوليوشن كونسنتريشن من 5 ل 10%، الميو اللي هو سوليوشن سبيسيفيك جرافيتي من 1.02 ل 1.07. طبعا ان نمبر اوف تانك بيساوي نمبر اوف وورد تيرن شيفت بتساوي طبعا working period time of term. طبعا for tank dimensions اذا كان دي بتساوي مثلا من 1 ل 2، عندي n اكبر من 2 suction square shape بدي يكون بنعوضه في العلاقة هذه اللي فوق. طيب في حالة المزج الميكسينج، الهدف في هذه المرحلة طبعا عملية خلط، في هذه المرحلة خلط وتوزيع محلول المروب اللي انا عملته بانتظام داخل. طبعا هذا هيمر بفترات، عملية الحقن اللي بتتم في السكشن تاع البيب، الهيدروليك عملية المزج،
يعني انواع متعدده تايب اوف ميكسينج ميثود، في اما بنعمل لها انجكشن او بنعمل لها هيدروليك ميكسينج يعني مزج، وهنا انجكشن، وذلك باستخدام طبعا هالدارات بسموها تسبب في قفزه مائيه هيدريك الويرس، او باستخدام ماسوره لها عمق في المنتصف تسمى ب فينترن سيستم. طبعا تعمل على خلط المواد اللي احنا جهزناها وربطناها بانتظام داخل المياه. طبعا يتميز النوع هذا بتكلفه تشغيليه وصينيه وصيانيه بسيطه لعدم وجود معدات ميكانيكيه، فيش هي المعدات، عمليه خلط يعني ميكانيكيه صحيح لكن باليد، ما بتستخدمش ادوات، ونسبه الخطا تاعها قليله، ونسبه هنا هاي الدروب اوف شانل بوم، هنا السكشن فيو، هنا عندي هيدري جامب اللي بتم فيها عملية الخلط. طبعا في عملية ميكانيكال ميكسينج، طبعا هذا بنستخدم فيها خلاطات ميكانيكية لإتمام عملية مزج المياه أو المحلول، ويكون طبعا بتكون السرعة 150 إلى 200 لفة في الدقيقة، ويستخدم أيضا كحوض توزيع على أحواض الترسيب. على فكرة هذا بيستخدموه الميكسينج في بالنسبة للسمك عشان يدخل أكسجين في المي في عملية تربية الأسماك. طبعا هاي الفكرة تاعتها، وكيف عملية اللف، وكيف عملية تحريك، عملية المزج. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. نتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.